شرفتونا. شرفتونا مجددا وين ما كنتوا منضمين لنا وبينضم لنا ضيف عزيز وما بيشبه غيره اكيد، ماتيو الخضر وهو فنان اوبرالي، ماتيو كاونتر تينر كمان وبالشرق الاوسط يمكن هو الوحيد، وهو واحد من 63 فنان فقط بالميدان حول العالم. اهلا وسهلا فيك ماتيو، شرفتنا ونورتنا. اهلا وسهلا فيك. Thank you so much. بعد هالغيبة وعشر سنين كنا عم نحكي بباريس، صار لك ثلاث سنين بلبنان، جيت تثبت فنك هون ماتيو؟ يس، عشر سنين بباريس وين ثبتنا حالنا بأوروبا، رجعنا على لبنان لنفرجي هيدي الخمس صوتية الكتير نادرة اللي عندي إياها، وميبي تو جيف لبنان تشانس يتعرفوا على صوت الكونتر which happened يعني. Of course. Hey, أكيد. We're very happy. بس قدي العالم هون ماتيو عنده فكرة عن يلي أنت بتسمعهم يه وبتوصلهم. للأسف عن جد العالم الأوبرا كتير نيش يعني وبينعدوا على كم إيد يعني. مش مين هني؟ خامي معينة من العالم اللي يمكن أكتر شيء بكونوا فرانكوفون، ما حنكذب عليكم، وعالم سافرة كتير على أوروبا وعالم بتحضر هيك شغلات، عالم معلمة وعالم أنه يمكن نشأت بهالبيئة أنه يكون عندهم مستعدين يعني لهيدا الفن. دوماج بس أنه أنا عم جرب يعني أكتر ما في يوسع المجال الأوبرالي يعني بذهن وبأصوات العالم بأذن العالم بلبنان. It's happening عن جد انه بتي تبتي مثل ما بقولوا. اكيد بتي تبتي بس انه بين كل شيء موجود هلا بالفن وهيك متركاج والكلمه ما راح اقول البشعة، ما راح احكي عن السلبيات، بس الكلمه اللي بتقطع مرور الكرام بيناتنا نحن وعم نحكي عم تتغنى، انت جاي هيك تو فو بروباجي مثل ما بيقولوا بين هالعالم هالنخبه ما انا هيدا انه هيدا البيوت تبعي انه بدي خلي انه هيدا الصوت ما يكون بس اليتيست يعني يكون ديموقراط يعني كل العالم فيها تسمع هيك صوت، مش هيك نعمل free concerts for everybody يعني انا I'm against them to make people pay. هيدا اول شيء لكل الكونسرت. بلس يو ويك اند ما فيك تمرضي هلا ويك اند شوفي بعد عالي بعد اي بقى دو روندر سيت فوا ان بو بلو ديموكراتيك يعني. وثاني شيء غيرت الايماج تبع الاوبرا، كل العالم فاكرين الاوبرا لازم يكون ختيار وناصح، لا انه بنروح على الجيم بنلبس تيشيرتات جينز يعني انه مثلي مثل غيرنا. صلحنا اللينات لنبين لعيون العيون الحلوين اه طلعت بدايتك. طيب شو رايك؟ لا حلوين جننوا. تحكي لنا شوي عن مشوارك بباريس ماتيو، شو عملت؟ كيف اثبت حالك بالغرب؟ انت لبناني من اصول يونانيه بس اثبتت حالك بيوروب. اي هلا انا اللي صار انه ثاقبت شنست معي يعني جي اون تري بيل شانس انه عمري 18 عام بديت كونترا مع يونيفرسال ميوزك بباريس ريكوردز، بقى انجبرت انقل على باريس وبيي كان قال لي انه بعدني كنت خالص باك، قال لي بيي انه بدك تكمل مجال الاركتكتور انت بس ات ذا سيم تايم كمل عمول اوبرا ستاديز ما بتعرف شو بصير بالحياه. طلعت ألبوم وعملت تورز وتعلمت غني يعني وفتت على الكونسيرفاتوار وكل شيء وعملت مسيرتي الفنية كلها بباريس وبرمت كل أوروبا literally يعني أنه بين ألمانيا بين سويسرا بين إيطالي سبين إتسيتيرا وروح وإجي على لبنان. بس أنه انطرت عن جد 2008 ترجعت على لبنان عملت أول كونسير بلبنان where I was already established in Europe وعملت كلوتيو تبع فيستيفال بيت الدين مع سيدة نورا جملات وكان it was a huge success. أنا ما كنت متوقع أبدا أنه حيكون هالقد فول أول شيء، تاني شيء ولاد صغار وعالم عمرهم 90 سنة يعني أنه this was my aim وزبطت منهم وقتها يعني شوي يعني نرجع نعمل أول كونسيرت تاني كونسيرت ثلاث كونسيرت صار كل سنة العالم تنطرني مناطرة مشان أعمل كونسيرتي بلبنان which is very rewarding for me بس إنه still لو شو ما إلو مثل ما بقوله بس مش بس بلبنان everywhere in the world يعني إنه كمان خامي من العالم بس تسمع أوبرا ما كل العالم تسمع أوبرا. أكيد. للأسف ما بعرف ليه نحنا ما عنا هالنوليدج ما عنا هال دوماج. إيه فعلا لازم يكون actually إنه كل البلاد العربية for example أنا غنيت بقطر وغنيت بغير البلاد العربية بي اوبرا هاوسز لي نحن ما عندنا اوبرا هاوس ذس از ا بروبلم بس انه اي هوب ذات وان داي ويل ام ستينج بوزيتيف ان ايفرثينج اي دو يو هاف تو يو شود اصلا ذا كولد سونغ وين غنيتها كولد سونغ غنيتها بكل البلاد العالم وغنيتها ب
بقطر كمان غنيتها بالدوحة كانت بتطير العقل وقتها. نسمعها؟ يلا احنا بدنا يلا. شفناك بهيدا الأداء الرائع ماتيو. الفنان أو المغني بشكل عام بياخد وقت يتدرب، بحس الفنان الأوبرالي بياخد وقت أكتر، بدك تحافظ على صوتك أكتر، على أدائك أكتر، ما بعرف كيف بيكون الخوف حتى على المسرح. نفس روا أنا كنت بدي أسأله ذات السؤال على فكرة، بس شفتك هيك على المسرح في كل اللي حكيت عنهم حبيبة وفي روا انت عندك يعني بتقدر تكون ما بعرف يمكن منفصل ومنفصم في تكون انفصام كثير كبير. ابسولوتلي في انفصام كثير كبير بالشخصيه. نحن بتشوفينا مثلا انه انا بتشوفيني بلعب وبطحنك وهيك، بس انه when it comes to work and singing I'm totally another person. واللايف ستايل تبعي كثير غير، يعني انه بنتبه على صوتي كثير، مثلا انه ما بشرب ما بدخن هالشغلات، في اكزرسيسات للصوت كل يوم الصبح يعني بين العشرة وال11 جيم. بتقطع نفس؟ بقطع نفس، بعمل بتقطع نفس، بقطع نفس، علمنا شوي. بعبي هواء كثير، برجع بنزل بطلع الهواء ماكسيموم بقى ينبلع بطنك لظهرك، يعني مثل هدول الشغلات بتتعلميهم. بعدين في كمان ديز اكزرسيس دوختوفوني بعملهم يعني عدة مرات مع عدة كوتشز. انه محافظه اذا اميوزكلي يعني لافوا يعني ما في شيء سهل وفي شيء بيجي بالسهل. ابدا ابدا عم يعني بتشوفيني هيك this is the result of 10 years of practice، يعني انه بتشوفيني عم غني كانه بقولوا لي اف ما كانك عم تتعب انت عم بتغني. اي بس انه this is the result. لو بتعرفوا شو تعبت لاوصل لهالمرحله. exactly. اساسا طيب الفضل لمين؟ لاهلك يلي عملوك فنان غصب عنك بعمر التسع سنين؟ لا اهلي ما عملوني فنان غصب عني، انا نقيتكم فنان واهلي قالوا لي انه نحن وراك لو شو ما قررت تعمل، بس بليز they're always وقت تحسي في باك اب وراكي بتعطي من قلبك ما بتخافي تدعس، يعني بتعرفي انه في عالم وراكي عم بشجعوكي. وثاني شيء انه فاينانشلي كمان انه بدنا نفهم انه هيدا الشيء منه هين ابدا، يعني انه تروحي تدرسي باهم جامعات، تروحي طبعا انه كل وقت تحسي انه في باك اب وراكي عالم
بشجعوا الفن وعالم واقفين حديك you give the maximum possible. طب بس انت في شيء انفرض عليك يمكن هو الصوت النادر اللي عندك اياه. انا خلقت مع هيك صوت. مين اكتشف؟ ايه خلقت مع هيك صوت. مين اكتشفه؟ يعني ما كان فيك تغني شيء ثاني. ما كنت بعرف انه هذا صوت كونتر تينور، ما كنت بعرف شيء يعني. طيب. انا كنت اقلد اصوات ديزني يعني لي برنسيس دو ديزني انا وصغير، بتعرفي ولد صغير كثير بقلد. طب قلد لنا شوي. هذا الصوت مثلا نو سي لا بيل او با دورمون بدها تكون بالغابه. كنت طلع هيك اصوات انا وصغير ومام وباب يعني انه علي انه شو هيدا شو هيدا شو هيدا. انا عرفت انه هيدا اسمه صوت كونتر تينور ات 17 years old. ما كنت اعرف يعني كنت فاكر حالي ميزو سوبرانو انه شو هالصوت عم بقلد. طب انقذت انه ما بتشبع غيرك او بدك تفوت بمجال يمكن هالقد صعب انه تحبب العالم فيه؟ بس انا كثير جريء، انا بغطس ما جريء جريء. هلا بدنا نحكي بالجرعه بالفيلم بخمسه يعني اصلا ايه بقى سوبر جريء بكل شيء بعمله. وبيني وبينك جو مان فو دو تو الموند يعني انه شو بدهم يقولوا انه ذس از يقولوا از لونج از يو ار هابي وعم بتقدم exactly. عن جد ماده دسمه لو انه مش فاهمين ايه في كونتنت وفي بيوتي في ايه. بيوتي yes. يعني يو لايك اوبرا او يو دونت لايك يو كان نوت ديناي ذات ذس از بيوتيفول انه بكل شيء. اي نو ام نيفر فولجر ان اني ثينج اي دو. تأثرت ماتيو بفنانين بالشرق الأوسط يعني تأثرت بفيروز أكيد. فيروز أم كلثوم أصمهان ربيت معلون كيف تأثرت فيهم؟ تأثرت فيهم لكن أنا بربيت ببيت بحب الفن كتير يعني الفن الشرقي ولا الفن الغربي ولا التياتر السينما كنا نحب الشغلات الجميلة الفنون الجميلة لي بوزار. دونك أنا ربيت بهيك عائلة وربيت بهيك بيت و بتعرف بتتأثري بهيش كل شيء حواليك by beauty when you are raised in beauty ما فيك إلا تأدي جمال. بقى أصمهان كانت على ال يعني بتغني بتاع. عربي؟ ما لا دوماج يعني هذا تكنيك محددة ما فيني أدعي إني بغني عربي. بس وقت اللي بتسمع هيك نوع من الأغاني شو بتحس؟ بشعر بدني بدمع إنه beauty is beauty it's a language. وقتها بتفهم لو لانجاج دو لا بوتي خلص سي انترناسيونال. لو شو ما كانت اللغه لو شو ما كانت الموسيقى. طب قد ايه الفنانين الموجودين هلا على الساحه الفنيه خلينا نحكي كلاس اي يمكن مش بس فنانين بيغنوا ميوزيشنز بيلحنوا بيكتبوا قد ايه مقدرينك قد ايه في كونتاكت انت وياهم قد ايه بيتعجبوا انه عندنا هيك شخص بلبنان؟ اكيد في كونتاكت بس انا انه ما كنت متوقع ابدا انه دي شانتوز مثلا بلبنان من لبنان بقدوا شرقي انا رح انغرم فيهم هالقد وهن رح يحبوني هالقد. مثلا رنين شعار فور اكزامبل مش معقول او جهيده وهبي فور اكزامبل او كاظم الساهر او ماجد الرومي او 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 ما حسمي بس انه هدول توت سي بيرسون باثروا فيي وانا اي وود لاف تو هاف كولابوريشنز. هذا اهم شيء تعمل كولابوراسيون بين دي ارتست يعني انه يكونوا ما خصهم ببعض. طيب شو ممكن تكون الكومبينيشن باي طريقه ممكن تبدا؟ فور اكزامبل انا اي سينك باروك ميوزك باروك ميوزك از فيري ريتميك فور اكزامبل از فيري تكنيكال. اذا بتفوتي معها طرب بيزبطوا بيمشي. إذا بنعمل فيفالدي شي نهار أنا ورنين الشعار رنين اسمعي رنين نيالك باي ما بعرف مين حيعرض على الثاني مين حي أنا بعرف كل ما بشوف واحد أنا قلت لك سوبر وقح سوبر شقيل بلا تعي لهون بدنا نعمل كذا 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 يلا let's find sponsorship let's find the musicians it could be done one day. تنحكي عن sponsorship شو وضعه؟ يعني الانتاج بشكل عام وخصوصا انت فنك قليل هون بلبنان فن قليل ومرحب بالكل ايه انا مرحب انا عن جد انه انا بشكر كل السبونسرز اللي عم بيلحقوني من محل لمحل who are always here for example يعني انا when I sign with the festival هلا for Christmas I'm super happy لانه هن في كولابوراسيون بيني وبينهم سبونسرشيب ما بقولوا لنا لا ما بقولوا لا وقت يعرفوا انه ماتيو يعني اول ما في اسم ماتيو على ليستا دغري يس حتى لو الوضع صعب نعرف كلنا انه الوضع صعب و بس كمسا انه في دي بريوريتي واسمك فارد حاله على كل حال بالمجال ماتيو. طب الجيل الجديد قلت لي انه وين ما برمت كان في اولاد وكان في كبار مع اهاليهم ومن كل الاعمار بلبنان خلينا نحكي بالوطن العربي قد ايه بلش يكون عندنا هيدي الثقافه كوننا عن جد عم نحكي بكل شيء وعم يوصلنا كل شيء وانت من لبنان وفخر اكيد لنا وللوطن العربي كله. يس انا عن جد عم بتعجب كثير لانه على الانستغرام فور اكزامبل عندي بلاتفورم على الانستغرام وير اي بوت ماي لايف ستايل مش انه ما حقول انه انا انفلونسر ماني انفلونسر انا ام ان ارتست who cherishes beauty
يعني انا كثير بحب الاركيتكتشر اللبنانيه كثير انه القناطر البيوت الحلوه اتسيتيرا سو فرجي هيك شغلات فرجي بيهايند ذا سينز قبل ما نطلع على المسرح بحكي عن كوزز بأثروا فيي كثير وانا عشتها مثلا مامي إلا سنتين كان عندها كانسير دوك انا عملت كل شيء المستحيل تكون الايمج للسنسيبيليزاسيون على الكانسير كانسير دو سان او شو ما كان الهارت ديزيزز عند الاولاد شو ما كان انا فيني ساعد باي بينج بيوتيفول اي دو ات افكتيفلي اثرت بكثير عالم بيجيني مساجات بجننوا عن جد كثير مؤثرين اولاد صغار دي جان بدهم يكونوا دي مانكان او دي شانتوز او دي اكتريس او كذا بيلجأوا لي بيقولوا لي وات دو يو ثينك بيطلبوا دي كونساي طيب شو اللي مساعدك It's not about the look. It's not about the المادة اللي بتقدمها. ما بعرف عنده شيء. positive energy. Exactly. Is it the way? بقولوا لي you're such a positive. بأي طريقة أنت يعني بتقدم الأشياء أو. You know, I dealt with my mom's cancer, for example. أنا ما كنت هلا متوقع أن أكون هيك. أنا فكرت أنا I'm very sensitive. I'm an artist يعني. بس إنه وصلت لحد إنه الكانسر تبع أمي في منهم بخبوه. أنا بالعكس جي كومينيكي بار دسو يعني إنه لا. لازم نحكي عنه لازم نفرجي ما هيدا واقع انه ليه بدنا نتخبى صح. لا ما حنتخبى بقى جي كومونيكي اي ميد ماي ماذر لوك سو بيوتيفول ديسبايت انه ما كان في شعر ما كان في حواجب ما كان في صدر المولا كل صدره اي واز كومونيكيتينج ديورينج هير كيموثيرابي كل الوقت كنت طالعه حلوه سو ذي سين بيوتي ثرو ماي لينس ثرو ماي ايز ثرو ماي كومونيكيشن اند ذس از ذا امبورتنت كان وي بي اول بيست فريندز انا وياك ده يلا With pleasure. بعد أنا يحمل هلأ And this fact of being open to everything, you know, إنه مثل سبونج يعني إنه اسمع. This is very important. يعني استعملت السوشيال ميديا ماتيو بالسرقة والدرقة بيقولوا وعطيت بوزيتيف إنرجي. السوشيال ميديا مش بس فوتوشوب وفلترز. يس رغم كل شيء حزن عم بتمر فيه عطيت هيدي لأنه هيدا واقع وكل مرة كل وما حدا أنا بيفهم مثلا كانسير دو سان مثل المره اللي عم بتعيشه ولا دكتور بيفهمه دونك انا عشته مع مام وجيتك ان تران دو كومونيكي مع ماي مام يعني اول هير فيلينجز سو ماني وومن يعني صرنا نحن سبيكرز بكانسر سوسايتيز وقصص هيك اني واي سو بدك تبرمي كل شيء ذا كوتي بوزيتيف يمكن انا هيك شخصيتي انا شخصيتي بوزيتيف طب بدنا نحكي شوي بالكامبين يلي جمعتنا انا وياك الانتي بولينج كامبين اي بدنا نوجه تحيه كثير كبيره لجان كلود بالجاني اكيد ونحكي شوي عن البولينج كونك هالقد اوبن وهالقد مثل ما انت سميت وقح يعني هل قد كلير وترانسبارنت وبتحكي اللي بدك اياه وبتقول اللي بدك اياه وما عندك مشكله بشيء قد ايه بينتقدوك انا اي واز بوليد وانا واز ا كيد لانه اي واز فيري ديفرنت بالانترست تبعولي انه اي واز ان ارتست من انا وصغير بيانو رسم غنى اكسترا ديفرنت بلبسي انه كلهم كانوا نورماليزي انا ابدا شعبته اي واز بوليد بس البولينج كان يدوري ماشي دو سمان لانه قد ما كنت صريح وماني مخبى مش انه بتعرفي انه وقت سمون از بوليد سمون از بوليد بتخبى وقت تتخبي بيركضوا وراك زياده صحيح. انا ابدا عيني بعينهم صاروا كلهم اصحابي سو الكامبين انتي بولينج انا اصريت وقت جان كلود قال لي انه بدنا نعمل بولينج كامبين اصريت احكي عن السكشوال بولينج عن الديفيرنس الفيزيك وكسي nothing to hide I'm here و this was very important. وانت برافو عليك انك فتت على الكامباني. يس اكيد. عن جد. اكيد. انا I wasn't bullied بس قلت له انه ايه لا اكيد بدي احكي بالموضوع لانه هيدا الشيء كلنا عم نعاني. بتعرفي البولينج قد ايه بأثير؟ يعني اذا اكيد بأثير. Les enfants sont méchants. Les jeunes sont méchants. يعني kids are really very very harmful to each other. يعني ما عندهم فلتر ولا شيء. مظبوط. When you're bullied when you're a kid, you can be really حالتك بالويل يعني وقتها تكبر. أنا لأنه I have kids حتى حبيبة يعني ببعض الأوقات منعاني من أشياء منحس إنه بتقطع مرور الكرام وإذا منكتشف إنه لا هالولد he's being bullied وهيدا الشيء ممكن Absolutely. يكبر معه ويدخله معه ليكبر مش هيدا اللي بدنا إياه. نحكي عن ولا نخليها لبعد شوي بعد الإعلان يلا بريك صغير ومنرجع من كافي مع ماتيو
شرفتونا. شرفتونا مع ماتيو الخضر وحديثنا رائع وممتع وكل شيء عم نسمعه أكيد حلو كتير. رح نكفي دردشة نحن وياك ماتيو لنوصل لخبصة أجمل خبصة أنا بعتبرها. شو هالفيلم؟ شو هالجرأة منك؟ شو هالدور الجريء؟ وبأي طريقة أديته؟ وكيف أساساً وصلت لك الأوبورتونيتي؟ الحكاية الكاملة يلا خبرها. أوكي كنت عم بشتغل على عن بروجي وقاعد بالبيت بيجيني مساج على الانستغرام هلو سافا اتسيتيرا انا كثير بحبك وانا شفت لك فيديوهات على يوتيوب كان وي توك اباوت ا بروجكت انا قلت اكيد اوكي الو بونجور كذا كذا بابوجي تحيه كثير كبيره لنادين نادين هي الكاستنج دايركتور اللي عملت عمل رائع بالفيلم لانه كل اصابه كل دور فظيعه بقى فسرت لي الدور وكذا وهيك عن اليكس انه هو مثلي ودور جريء اتسيتيرا قلت لها لحظة اذا بدي كان العب هالدور في عندي كونديسيون وحده هو انه انا ما بلعب دور كاريكاتير جامي نو واي يعني ما بدي اقعد اتمسخر ولا اتمسخر على حدا ولا اكزاجيراسيون ولا شيء لا 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 لا, لا ابدا انا قريت سكريبت قريت سكريبت او ماي جاد روعه شو لبناني يعني مثل ما نحن بنحكي انجليزي فرنسي عرب اتسيتيرا ولقيت انه الدور سوبر بيان اكري وبيشبه شخصيتي ماكسيموم يعني انه اكسترافاغان ومهضوم وهيك عن جد اول ما بلش التصوير ما كان في انه بدي فوت بالدور وركز عم بلعب ماتيو يعني عم نطق حنك مع بعض وكلنا صرنا اصحاب على السيت طلع هيك نحن استضفنا الابطال العمل عن جد استضفناه هون عنا بس طلع الموفي حكونا قد ايه كنتوا اصحاب قد ايه كنتوا تقعدوا بالبيت يخلص التصوير وتضلكم قاعدين وعم تحكوا قد ايه بتأثر هيدي الروح هيدي الصداقة على نجاح الفيلم؟ كتير بتأثر لأنه الديناميك بتحسيها لو شو ما كان يعني قد ما تكوني ممثلة بتجنني وكذا إذا في عندك الديناميك الصحبة بين بعض بتشوفيها بالفيلم بتقول مش معقول بعدنا صحبة وعندنا جروب واتساب وكل يوم منطق حنك أنا وجنيد ورولا وكل الكاست فظيعين يعني عن جد إنه في هالألشيمية بيناتنا والكيمستري أثرت بالفيلم وبنجاح الفيلم يعني وقت نسافر مثلا سافرنا على بروكسل سافرنا كلنا سوا أخذنا جايزة هلا بموريال بري دو بوبليك برافو رولا هي استلمتها نحن ما قدرنا نطلع تحياتنا لرولا كمان بس الحلو ماتيو كنت عم اقول لك اساسا وقت كنا عم ندردش نحن سوا انه فيلم ما بيشبه فيلم اخر لا بطريقة التصوير لا بالتياب لا بالحكي لا بالتعامل بين بعض انتم حتى على السيت فهيدا الشيء يمكن كمان ميزكم زياده عن الجمهور مشان هيك الفيلم نجح انه في كتير أفلام بلبنان يعني بتشوفيها إنه ضووا عليها ليلة وبعدين اختفوا نحن It's been a year وبعدنا عم نربح جايزات وبعدهم عم بيحكوا فيه ونزل هلأ بالطيارة بقى صار في ريفايفل أنا حضرته بالطيارة I told you كنت كتير مقهورة لأنه ما لحقت وما كنت على الأفون بريمير بس حضرته بالطيارة كنت عم قله لماتيو اللي حد وأنا ما كتير بتضحك من قلبي على فيلم انتبه هيك بدردشة ممكن بس بفيلم ما بتشوفني يعني هالقد صوتي ملعلع حرام قد ما انا كنت عم بتضحك من قلبي عملت لي هيك قالت لي سوري شو عم تحضري؟ قلت لها خمسه لحقي حالك قبل ما يقطع الوقت، طيب في شيء جديد عم تحضر لاشياء جديده انت حسيتك برعت بالكوميدي يعني اكثر بخمسه كنت عم تاخذ دور هلا ات واز ماي فيرست موفي بالسينما يعني انه على عاده مثل انه كليبات ولا مثل مثلا دعايات بس انه كانوا قالوا لي يور ناتشرال انه ما بعرف بس انا بتعيد كوميدي ابسولوتلي اذا في اخراج مثل هالاخراج اللذيذ مثل شادي ولا الاكيب الالشيمي تبعت الاكيب وهالفايبز اللي بعقده وذ بيج بليجر اللي بيجي بس انه هلا جايين كريسماس كونسرت بقى بنبلش من هلا عم بلش نمضي يعني تصوروا احكي لنا شوي شو جاي هلا ما فيني كثير خبير بس انه الكريسماس كونسرت اتس غانا بي فول اوف سربرايزز بيوتيفول بيوتيفول ستاف فور جانوري عن جد ان شاء الله بيج سربرايزز فور لبنان يعني حابب تقول ومش مش تقول طيب على كل حال وين ما كنت بشو ما كنت اكيد نحن ما بنتمنى لك غير التوفيق ماتيو بدنا نشوف هيك مقطع كمان غناء لك ونستمتع هالمرة ما رح ندردش بدي اسمعك اوكي دكتور يلا ما شاء
فينا نحن كمان لازم نزقف لك ماتيو. اخذ جوائز كثير، كرمت بلبنان وبرات لبنان ايضا، وبياف كمان اخذ جائزه. اخذنا جائزه، احكي لنا عن هالجوائز. وقتها اعطوني جوائز بباريس بفرنسا، مش بباريس، بفرنسا وببروكسل. ووقتها طلبوا مني كرموني بلبنان، انا قلت او ماي جاد اي ميد ات. يس، انه وقتها واحد يتكرم ببلده يعني هي ميد ات. يس فور شور. بس بيعنوا لك هالجوائز ماتيو؟ اكوت اتس ريوردينج، انه ما حقول لك انه هي احلى شيء بحياتي انه جائزه، انه البيبلز ريكوجنيشن. انا ام فيري جريتفول تو ايفري بودي، لأنه without those people you don't exist. بس إنه كمان ما توقفت هون، يعني ما بنام عليها، بضل. yes of course أكيد بضل بدك أكثر وأكثر. دي بتعطيك حماس. أكيد بتعطيك حماس إنه ياي، بس في منهم مثلاً بياخدوا الجائزة وخلص نقعد خلص، أما أخذنا لا نو. tu continues à travailler et tu dois te renouveler. هذا السر، بدك تعمل شغلات جديدة and surprising stuff. أنت يمكن وصلت لمرحلة متقدمة جدا ويمكن ما كنت تحلم فيها بهيدي السرعة، خلينا نقول لو إنه تاني. ولكن for me it's not enough. أكيد never بس enough. ما هيدا اللي بدي أقول لك إياه، قد هيدا الشيء حملك مسؤولية أكبر وأكثر. هلا الاستمرارية أصعب بكثير، وكونك الوحيد ما إنك بكومبيتيشن مع حدا، أنت بكومبيتيشن أصلا مع حالك. بدك تجدد وما يكون في ملل. فوالا ها هي. هيدا في بوكو دو بريسيون بس بيبي ستيبس و سلولي بات شورلي. اوف كورس هيدا أهم شيء 100%. طب ليك برامج الهواة ليه ما بعمره طلع حدا هيك حاول يقرب من ستيلك مثلا؟ ليش هالصغار ما بنشوفهم غير انتبه مش على طول الاشياء السريعه، الاشياء الايقاعيه، الاشياء الدارجه، لا ياما لحتى يبينوا قدرات صوتهم بيغنوا القديم الزمن الجميل. بس ما بعمرنا سمعنا بطفل بمراهق مثلا عنده هالميول، ليه؟ لانه مالوغوزمون الماس تبع الببليك تبعنا ما ببيع هالموضوع. هني بفكروا عم نحكي بزنس اكثر، ما عم نحكي كوميرسيال. ايه كوميرسيال. طيب ممكن نوصل لمرحله يبيعوا هالموضوع، يعني ممكن هيدي الموسيقى اللي انت عم تعملها واللي انت عم تغنيها عن جد تصير مش شعبيه بس كايند اوف متداوله. اي هوب سو انا ذس از وات ام دوينج، يعني انه ام تراينج ماي بيست يعني لقرب العالم من هيدا ستيل الموسيق، لفرجيه انه منه ستيل بورينج ولا ستيل انه بس لطبقه من العالم. لا اتس فور ايفريبادي. طب ماتيو هلا قلت لنا مين بحبك ومين عن جد قال لك انه فنك رائع، اسامي كبيره ذكرتها اكيد، بس انت بينك وبين حالك لمين بتسمع؟ يعني اذا هلا انا طلعت معك بالسياره شو في ميوزك؟ كازم الساهر. نو معك خبر انه انا لا بسمع ميوزك ما خصها ابدا باللي انا بغنيه. ايه شو؟ ابدا ابدا بسمع الكترو ميوزك. بنزل كثير بسهر الكترو ميوزك. في كاين الساعة 8 جادور 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 شبيبة القام ماشي تابي روج وقتها انزل يعني على الجاردن وعلى القام. وانا بسافر لاسمع ميوزك ديجيتال الكترو ميوزك وهيك قصص. هالقد فايت عم بقول لك جو سوي تري اوفير فيري اكلكتيك. لا واضح بتسافر تسمع بسافر لميوزك فيستيفال مش تكنو اوبرالي بيان سور. يس بنروح على فيينا، بنروح على سالزبورغ، على طول الفستيفال، على اكس ان بروفانس بيان سور اكيد. ذكرت ماتيو انه في بالبلاد العربيه بقطر بمصر في اوبرا هاوسز. يس شو بتفرق عن الاوبرا هاوسز بالغرب؟ الاوبرا هاوس دار الاوبرا بسموه بالبلاد العربيه، هو اتس فينيو وبتستضيف all kind of art مش بس الأوبرا. يعني فيها تستضيف فن شرقي، فيها تستضيف theater يعني مسرحيات. it's a venue بس إنه لثقافة. نحنا مالوغوزما عنا نحنا بلد ثقافة. عم بقلك يعني عن بسمع أصوات أوبرالية ومش أوبرالية، في فن مش طبيعي بهالبلد بس إنه c'est commercial. كيف بدهم يغنوا عربي؟ c'est fille des chanteuses d'opéra بس ما اصواتهم بقول oh my god هيدي شو عم تعمل هون. بس ما بدي اقول شو عم تعمل هون، اعملي هون اعملي هون ونجحي هون، بس انه لوين بدك توصلي هيدا ما بعرف. ما بعرف وما بدي اقول كلمه دوماج بكرهها، بس هي فعلا تنقال يعني بهيك حاله. ما فيك ما تقول شو بدنا نعمل يعني الحاله الاقتصاديه كوارث والحاله البوليتيك كوارث. بس انا ما بحكي بهالشغلات لانه
انا ما بفكر بهالموضوع انه إيه بس انت كمان فايت بفن يعني وما بدك تطلع منه حتى مصاري ويا ما لا مجبورين يعني انه انا جوفي دو مونار يعني انا انا جو سوي كونتر تينور انه انا بعيش من هيدي مهنتي وبزعل وقتها مثلا بنخسر سبونسر شيب ولا بقولوا لك ذس يير ما عندنا بادجت لهالفستيفال انه بدي اقولي فستيفال سوري ما حسمي بس بدي اقولي فستيفال طويل عريض بلبنان وي دونت هاف ا بادجت اوكي بس الموزيسيان كيف بياخذ انه بده انه ليه بدنا نلعب تشاريتي انا بعمل عندي بيدجي تشاريتي بالسنه بعطي بعمل تشاريتي ما بقبض فرانك بس انه لا بدنا نعيش ام سوري يعني طبعا ليه عندكم بيدجي مثلا لهالموضوع وما عندكم بيدجي للفن نو لازم يكون في بيدجي مثله مثل غيره عارف انه حدا تعذب كثير صح anyway, عم تتعذب عم بس انه صامدون ريغارد سوري طبعا عن جد هالقد انت متفائل ماتيو اضحكي تضحك لك الدنيا والله عم جرب عضلت انا اعملي بوتوكس نو ما بدي لا سافا سافا جو سوي تري بوزيتيف دون تو سكو جو في وبعتقد انه اتس ريوردينغ ات سام بوينت طب ذكرت الميوزيشنز هلا بدي اعرف انا البروفيت كيف بتصير بعرف انه مفروض بدك رياحه كثير وطبعا بدك بروفيت كثير اكيد فقبل a huge concert او a huge event three weeks. مثلا شو بتعمل 3 ويكس 2 ويكس 2 ويكس على 3 ويكس حسب الامكانيات يعني انا بحضر صوتي يعني بطلوا الظهرات السهرات بوقفوا بلش قبل ب 3 ويكس 2 ويكس تقريبا اوكي النظام الاكلي برجع بيتغير اوتوماتيكلي سبور نفس كله بنشغل عليه والبروفيت مع الموزيسيان بصير 3 4 ساعات بالنهار وان داي yes one day no this is very hard يعني مشان هيك عم بقولك it has to be rewarding somehow لأنه بتشتغلي كل هالشغل كل من ساعة ونص كيف تقدر تفصل هالقد يعني السهرات بيقلوا الأكل بيتغير النوم بتتغير مفروض الساعات كلها during the day بتتغير كله بيتغير كلنا مضحيتي بيتغير during 2-3 weeks before a concert بس الأخير بتطلع مبسوط بيان سور أنا بطلع مبسوط وقتها تشوف الدموع أو الضحكات أو وقتها يوقف البيبليك أنا بعبي سالات يعني إنه السال ما بحياتها كانت نص معبية أنا بفوي لبرا سو وقتها شوف ردة فعل الجمهور كأنك عطيتيني مليار دولار طب وين قدروك أكتر شيء؟ وين زقفوا لك أكتر شيء؟ وين حسيت حالك لغوة؟ You know what? Everywhere ما عم بحكي عم بحكي قبلك فاكس You know how صريح عم بحكي عن جمهور يمكن يقدر فنك جمهور أكتر لبنان من غيره جمهور لبنان أنا بأثر فيه كتير لأنه جمهور لبنان مني مستنظر أنه شعب مني يمكن سنسيبل على فوا دو كونتر تينور ولا على الموسيقى باروك يقوم هالقومة so كلها you're surprised yeah. I'm surprised I'm touched no, okay I touched some people this is great معجزة أكيد تحلم شي يوم تلحن تعمل موسيقى خاصة بدي غني مع راغب عليمي بدي غني مع راغب عليمي بحبه كتير مين ما بحبه كلنا بحبه موت فيه موت بالبرسوناج موت بعائلته سوبر ستار موت بجيهان مرته نعمل جيم سوا بقى بحبهم كتير هالعائلة هيك بحسها ما بعرف انه سي فريمون دي ارتست كلهم فعلا كل شيء بيعملوا بلاقي كثير حلو بس ما في تلحين بدك تغني إيه لا مني مني منك بمود التلحين ولا كتابه اشياء نو نو معرض علي لا ما انا جو سوي انتربريت كل شيء اباوت فيلينجز اباوت هيدا انا طب ماتيو بعد 10 سنين وين بتشوف حالك ب ان توسكان بفيلا ايطاليه كثير حلوه ايه avec ma piscine et mes amis autour de moi et ma famille. Voilà. Et moi, j'organise mes propres concerts et j'organise les concerts de mes amis les Bérénois. Ah, ton tole, يعني بتصير انت هو اللي بينظم. انا بنظم les concerts and I give chances to all the singers in the world who touches me. انا بعمل لهم concert. It's gonna take you 10 years. I hope so. I think so. شو بيتغير بشخصيتك من هلا لوقتها؟ more experience more things انه عشتها واهم شيء عن جد انا اي انا سالوني هذيك المره ماجازين عم بيعملوا ريبورتاج انترفيو على what does beauty means to you mean to you كلهم بلش يقولوا انه انا اول ما مسكت ماسكارا حسيت ما بعرف شو انا قلت beauty is what you say او شيء لا قلت beauty is your physical beauty
is your business card. This is what you see at first. Mm-hmm. And then real beauty is what you say, how you behave, and the most important, what you lived. The story you're telling. ما عندي شو الاكسبيرينس اللي بصيروا بحياتك انا مثلا من 5 سنين مش مثل كثير شايف حالي اكيد كنت كثير شايف حالي ليه بناء على شو؟ على صوت النادي؟ على الصوت وعلى كل شيء انا هلا مش نفس الشيء اصحابي بيقولوا لي شو معقول وات يو هاف بيكام لانه قصه حياتي تغيرت المهم هلا شو شو بقى ما بعرف ان 10 years It's more experience. شكلت لي more experience. بس يمكن للأحسن. أكيد. مثل ما أني شايفة للأحسن. Always. لأنه كل شيء بصير معي بقلبه positive. تشرفنا فيك ماتيو. حبيبتي. عن جد positive energy وصوت حلو جامعة من كلها وروح حلوة وتمثيل وكلنا مع بعض. البتاع كله. البتاع كله. ما راح زيد ولا كلمة بتخيل. واضح قد حبيناك ماتيو قد شايفين حالنا فيك ونيلنا فيك اليوم ونيل كل يلي بيسمع وانتو بتجننوا عن جد الحلو منك ثانك يو عم تستضيفوني على البلاتو شرفنا ونورتنا اكيد مشاهدينا بدنا نقول لكم هاف ا جريت ويك اند سبت احد نحن ما بنكون معكم الثنين ان الله رات حلقه جديده مين ومين؟ أنا وأنت أنا وأنت كمان أنا وأنت كمان أنا وأنت بحبك كثير على كل حال وبحب كل المشاهدين أكيد لقونا نهار التنين باي باي